ولذلك أنا أريد أسألك بقصة المصالح، ألا تعتقد أن القصة انحدرت من مصالح إلى فضائح؟ وراح أعطيك دليل. ذاك اليوم المشهداني مو كان بالسيادة، انشق عن السيادة، انضم إلى تقدم، قدم المشهداني مرشحا لتقدم. اليوم تقدم تتبرع عن المشهداني، السيادة كانت متمسكة بالعيساوي، العيساوي تخلت عن السيادة، تقدم تخلت عن المشهداني، السيادة يعني احتضنت المشهداني. هذا فضيحة، هذه سياسة لو حية ودرج. والله من الأسف الشديد أنا أعتبر أن المتقدمين بالمشهد السياسي في المكون السني خلي أقول غير واعين أو غير مكترثين لما يحصل عليهم من محاولات تمزيقهم أكثر وأكثر، سواء مشاريع خارجية أو مشاريع داخلية. و يعني للأسف الشديد أنا يعني أشرت في بداية اللقاء أن واحد يتنقل من مكان إلى مكان، هذا أمر يعني ممكن يحصل مرة يحصل مرتين بس يومية، أنت رايح من هذا المكان وجاي مكان آخر. غير واحد يمشي على خبزته يا أبو محمد، ما يليق بقادة سياسيين، غير واحد يخدم خبزته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا السعي الخبزة تريد. أنت قلت خبز الحلال ماكو أحسن منه، وانا قلت اللي يمشي على الحرام ابن حرام، والقبض باسم العراقيين ابن حرام، واللي ينتقل من كتله الكتله لاخلال التوازن على مود يقبض ابن حرام. عندك اعتراض ابو محمد على هذا التوصيف؟ هسه يعني انا ما اقدر اصير قاسي للحد اللي رحت له، بس يعني هذه وجهه نظرك، أنا أعتقد أن أتفق وياك أنه أمر غير لائق، أما حرام لو ابن حرام لو كذا، أنا يعني هذا توصيفك. إيه خليني زين.